وصباح الخير يا نهى. يا هلا صباح فيكي. الخير سارة، صباح الخير لكل مشاهدينا. الأسبوع جولتنا على منصة شاهد مميزة. اسأليني ليش مميزة؟ أيوه يعني على لساني ليش اشمعنا اليوم مميزة؟ لأنه رح نبدأ بسلسلة درامية مبنية على التشويق، الخيال العلمي والأكشن. مسلسل الأنيميشن أجوان مأخوذ من رواية الكاتبة الإماراتية نورا النعمان، وهو طبعا من أعمال شاهد الأصلية، وكل الحلقات متوفرة على شاهد VIP. المميز بهالعمل أنه بيقدموه بأصوات وأداء تمثيلي رائع جدا من نجوم الوطن العربي، منهم يسرى، باسل خياط، رشا رزق اللي كبرنا على صوتها بأغاني شارات الصور المتحركة مثل المحقق كونان، عاد الأصدقاء وغيرهم. ما رح أحكي عن القصة هالمرة، بس بدي أخبركم أنه المحور الأساسي هو تمكين المرأة، قضية اللجوء والنهوض من قلب المعاناة. خلونا نحضر هالفيديو مع بعض حتى ناخذ فكرة أكبر عن العمل. يلا. 366 من أصل 3 مليارات نسمة. ليتني لم أنشو. Watch your back in. أنا لا أمام ظاهرة انقراض فصيلة كاملة. Your love depends on your secrecy. يكسفني أن أقولها لك. Just remember tomorrow. لم ينجو أحد إلا من كان على بعض السفن. ساعدوني. لعل الليزك لم يدمر كامل طوكيو. لعل سكان الجانب الآخر قد نجوا. صراحة مبهر العمل. يعني تعرفي أنا يمكن جاية عشان من background graphic design، فمرة يهمني الجرافيكس. وكعمل عربي الأنيميشن والجرافيك صراحة الموجودة حلو، حبيت النوعية، الجودة عالية عالية جدا. وحلو أنه قصة خيالية. لسه قبل كم يوم كنت أفكر أنه يمكن إحنا ما عندنا قصص خيال كثير، يعني دائما يعتمدوا على الأكشن على الدراما. صحيح. فحلو أنه في شيء خيالي يعني. ولا حلو أكثر أنه بها الأنيميشن أنه هو موجه للكبار والصغار. القضايا اللي عم يتناولها المسلسل كثير حلوه. يعني تخيلي البنات الصغار مثل ملك مثلا تحضر مسلسل كرتوني او انيميشن وتسمع عن تمكين المراه، يعني هاي الرسائل الحلوه. الاطفال يشوفوا هذه الايام، يشوفوا اشياء، اقول يعني يا ريت بس شيء يتعلموا منه شويتين على وقتنا. معلومه الاطفال يمكن يعني هذا الموجود في الانتاج صار انه في اشياء حلوه يعني صراحه يتفرجوا. طبعا الاهل لازم ينصحوا اولادهم يحضروا هيك اعمال. وتعرفي بما عم نحكي عن الخيال، دائما بيجي على بالي لو بينعمل انيميشن او فيلم كرتون يؤدي اصواته او الدوبلاج يكون بصوت مثلا ماجد الرومي، فاتن حمامه، النجوم الابيض واسود. هلا رح يكون لنا احنا الجيلنا احنا اكثر رح نفهم الموضوع اكثر اكيد. ايوه ليك فتخيلي لجيلك انت، جيلك اي واحد يعني، انت صغيره وشاب وصغير، حسستيني لك يعني انا 70. جيلي ساق في الجيل القديم وساق في الجيل الجديد وحتى في المستقبل. لا شوفي انت يعني خلينا نقول انه انت كمان مطلعه كمان على الاصوات وعلى الفن كون يعني هذا عملك. لكن اتوقع يعني الواحد يطالع في الانيميشن والجرافيكس اكثر من الاصوات. اصوات مهمه والشخصيات جداً مهمه جداً. لكن هذا الزمن اذا الجرافيكس ما هي حلوه وتجذب الطفل او والكواليتي حتى الكبار ما حيتابعوا صراحه. فهذا شكله صراحه رائع. انا اعتقد انه الصوره والاصوات مع بعض بيكملوا بعض يعني. أيوة والله. حتى تكون الريسيبي مثل الطبخه يعني. لازم يكونوا المكونات كثير حلوين والشيف يكون كثير حلو حتى تطلع طبخه. الشيف حلو لا وشعره غزير طبعاً. اهم شيء يروح مع هند يظبط شعره وخلاص اموره تمام. ومكملين مع بعض جولتنا على شاهد. العمل الثاني اللي رح نحكي عليه اليوم انطلق عرضه يوم 16 سبتمبر على شاهد VIP لكل محبي الدراما والتشويق والفانتازيا المعاصره. قصه غريبه، في محاوله يائسه لانقاذ حياه زوجته يدخل رجل في صفقه مع مين؟ ما اعرف. مع إبليس. إبليس؟ بكبره؟ أيوه. يؤدي إلى عواقب كبيرة جدا. العمل من بطولة فتحي عبد الوهاب، عمرو يوسف، يعقوب الفرحان، عايشة بن أحمد، وكمان نجوم عالميين. طبعا هذا مسلسل وعد إبليس. يا لطيف من هالاسم صح؟ أي أيوة والله. فخلونا نحضر مشاهد منه هالمسلسل ونرجع. I know why you're here. That you're in pretty big trouble. Let me guess. Didn't match the promise. Scam better will change our whole lives. Do you know what this is? البوابة إلى الجحيم.
يصير معك شوية ظواهر خارقة للطبيعة. يعني عرفت ليه قلت اليوم الحلقة أو الفقرة مميزة لأنها كلها خيالية. أيوة أي. وتشويق وإثارة. صراحة أنا حضرت الحلقة الأولى والثانية من وعد إبليس، اللي عجبنه أنه بسرعة في تطورات في الأحداث وكمية استفزاز مش طبيعية. استفزاز؟ هذا اللي عجبك في المسلسل؟ إيه استفزاز وأكشن وهيك غريب. عجيب غريب عجيب إيه غريب عجيب.